أكيد حنتكلم عن موضوع آخر، حنتكلم عن الشاعر خالد الحميدان، شاعر المجتمع، حيكون معنا عبر الهاتف للحديث أكثر بمناسبة اليوم العالمي للتوحد. نرحب فيك شاعرنا خالد الحميدان، شاعر المجتمع. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالتصحيح أول شيء خالد الحمياني. خالد الحمياني، نعتذر منك. الله يا يسلمك. هلا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في برنامج حياتنا. الله يطول عمرك، هذا الشرف لي. والله شرف لنا. أستاذ خالد، لماذا لقبت بشاعر المجتمع؟ إيش الأسباب اللي خلت المجتمع يسموك بهذا الاسم؟ ومين اللي ألقى عليك هذا اللقب؟ والله شاعر المجتمع أطلق علي من قبل جمعيات دير نجف الصحاب. نعم. خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة نعم. جهت القصائد الاجتماعية أكثر. يعني قدرت انك تمس كان المجتمع مرة مرة يعني مرة مرة الله يعطيك العافية. يعني شاعر إنساني ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. الله يقدرنا على المعروف يجملنا مع الجمهور بإذن الله. ما هي الأبيات الشعرية اللي ممكن تشاركنا فيها باليوم العالمي، أو تشارك اليوم العالمي للتوحد؟ والله في عندي الاحتياجات الخاصة، هم كلهم احتياجات خاصة. سر التوحد واللي معاه إعاقة ذهنية واللي معاه شلل رباعي، كلهم احتياجات خاصة. صحيح. في قصيدة كتبتها وسبق وانحازت على مستوى جدة على المركز الثاني. ما شاء الله، تفضل. قاعد يقول: يا حاجتي هات البيوت الجديلات، ترجم لي ما كنيت شعر وجزالة، سموني شاعر مجتمع والمهمات أكبر فخر، ماني مدور بالدالة، بكتب للي صار فيهم علامات فال من المعبود، يا طيب فاله يا مجتمعنا، شوف والاحتياجات الاسم واحد بس كل في حاله، فئة عزيزة تستحق الصداقات، النقص بطرافه وعدله كماله، حكمه من المعبود عوضه،
حاجات تمنع شغالها لو شحت شماله. ياما لقيناهم في عدة نجاحات، نسبة نجاح جات فوق احتماله لهم مقام طال. كل المقامات واللي نكرهم وصف عقله جهاله. تم اختراع مسجل سجلات، وكم واحد فيهم موسع خياله من يحتقرهم. هذه والله الله يستحقر اخوانه ويكفي عياله وانقاله من قاله. وجاب اعتراضات تقول ترى خالد مع الشعر قاله. وانا اطلب الجمهور مخصوص بالذات طلب من الواقع ولو هي جماله. عطوهم التقدير واحلى ابتساماتهم، يحترمهم ليش يرفع عقاله. سلام. صح ان شاء الله تبارك الله. فعلا ابيات شعريه في الصميم، وقاعده توصف حالتهم النفسيه حتى نظره المجتمع لهم. يعني كيف انه بالفعل هم ينظرون لهم بطريقه مختلفه. الله يعطيك العافيه. الله يخليك، شكرا لتواصلك معنا، ونتمنى دائما انك تكون موجود معنا للحديث اكثر عن هذه الفئه العزيزه على قلوبنا. شكرا لك. انا اقدم رساله للاحتياجات الخاصه، اي وقت يحتاجون خالد الحمياني انا حاضر. الله يعطيك ألف عافية. يعني بالتأكيد رسالتك وصلت يعني بعد من خلال البرنامج، وطبعا أبيات شعرية هادفة وفعلا رسالة إنسانية هادفة أيضا. نشكرك. الله يطول عمرك. شرف لي. شكرا لك. أكيد أعزائي المشاهدين، كل شخص عنده طريقة في التعبير، وكل شخص عنده يعني أسلوبه في التعبير عن يمكن تعاطفه مع هذه الفئة، وتعاطف الشاعر خالد مع هذه الفئة، فئة الاحتياجات الخاصة بشتى مجالاتها. كانت كلمات معبرة وواضحة، ووصلت إلى الصميم لكل من يمكن عنده في أسرته أحد أعضاء أسرته عنده الاحتياجات الخاصة، أو حتى لو ما كان كلماته كانت جدا تمس. وفعلا هم في فئة منهم كبيرة يعني أذكياء، وممكن تصل للأذن بسرعة أيضا. فعلا ومجالاتهم متطورة وناجحين، يعني لا نقل من قيمتهم أنهم عندهم نقص، ولكن هذا إرادة رب العالمين، وإحنا دورنا بأنه إحنا دائما نساندهم. وهي دائما الإعاقة ليس فقط يعني ليس في الجسد، إنما هي في العقل والفكر. طبعا مشاهدينا أيضا لدينا
اتصال، وهذا الاتصال بالتأكيد بيهمنا وبيهمكم أيضا مشاهدينا، هو عن موجة الغبار اللي اجتاحت العاصمة وتحد الرؤية بعد الفاصل، ولكن بعد هذا الفاصل.